طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق بتقديم إثباتات حول ملفات الفساد. نقدم لحضراتكم الآن أحد الإثباتات عن الفساد في ملف أعمار المدارس العراقية. 200 مدرسة أحيلت إلى شركة إيرانية في عام 2008 ولم تكتمل أعمال إنشائها حتى هذا اليوم، فلنشاهد. الفساد في محافظة النجف وفي العراق. في عام 2008 السيد وزير التربية خضير الخزاعي في وقته حال 200 مدرسة، حال اللي يصيحوا له البناء الجاهز، طبعا 9 مدارس في محافظة النجف. من ضمن هاي المدارس اللي هاي خلفي من 2008، طبعا ال 200 مدرسة حالهن الى شركة ايرانية موقعها في لندن بسعر 280 مليار عراقي، قرابة 230 الى 240 مليون دولار. شوف فلوسكم يا العراقيين. استلمت الشركة الإيرانية كل مستحقاتها من المدارس، 200 مدرسة في العراق والتسع مدارس في محافظة النجف، واللي هاي خلفي شوفوا هاي من 2008 كانت مدارس ما بيها شيء تريد ترميم، فالشاهد حولوا الطلاب إلى الكرفانات اللي هي حارة الآن في هذا الجو، حتى لو كان عطلة راح يبدي موسم الصيف الحار، تبدي موسم الدراسة في الأمطار، كارثة والله. 280 صرفت على هاي المدارس، 280 مليار. شوف هاي عدد المدارس، إنجازات السيد الخزاعي من كان وزير تربية. مجلس الفساد الأعلى يريدون إثباتات، هاي إثباتاتنا، هاي إثباتاتنا، شو تريدون بعد أكثر من عندنا؟ الساعة بـ3 الظهر وإحنا نصور لكم، غير تريدون إثباتات؟